أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفي مساكن قلبي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم. أولادنا تحت جناحنا، أولادنا تحت جناحنا. الأولياء كامل عندهم تساؤلات، هذه التساؤلات هذو فيما يخص التربية تاع أولادهم وفيما يخص التعامل مع حالات معينة. هذه الحالات هذه حنا نجيبوا أخصائيين إن شاء الله ربي يوفقنا باش نوجهكم يا أولياء كيفاش تتعاملوا مع هذه الحالات هذه، لأنه أولادنا شيء عزيز علينا وأعز ما نملك وهما جيل الغد. إذا جيل الغد لازم نعتني به. إذا اليوم حصة هامة، هذه الحصة هذه على بالي بقى الأولياء يتسألوا واش يديروا في هذه الحالات. هي حصة تتكلم على التعثر الدراسي. يقولوا بالرومية ليشيك سكولار، أنا ما نحبش ليشيك سكولار لأن التعثر الدراسي عثرة واحد يتعثر يعاود ينوض. أنا بالنسبة لي أولادنا معليش إذا كان تعثر دراسي اليوم راح نتكلموا كيفاش نقدروا نعاونهم وكيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذه الحالات. إذا يساعدني اليوم في هذه الحصة هذه أخصائيين، أخصائيين نستقبلوا كامل معنا سيدة محرز خان عبلة أخصائية في علم النفس. تفضلي مدام. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا مدام. تفضلي تفضلي تفضلي. وكذلك معنا سيد لابري نور الدين المختص في علم التربية. تفضل سي لابري. شرفتنا شرفتنا. شكرا. شرفتنا شرفتنا. تفضل تفضل استاذ. تفضل تفضل. وحبينا كذلك نجيبوا معنا اولياء السيده بن موسى سلمه. تفضلي تفضلي مدام. تفضلي مدام شرفتينا شرفتينا. تفضلي تفضلي. النساء قبل الرجال. اذا ودركا السيد بن موسى بوعلام، مرحبا بك مرحبا بك. تفضل شرفنا شرفنا. مرحبا بك مرحبا بك. تفضل تفضل تفضل. وحبينا كذلك ككل مره نجيبوا الطفل يدير الواجبات المدرسيه نتاعو. اليوم معنا نزيم 7 سنوات. تفضل نزيم تعال. هاهي ولدي واش راك نزيم؟ لاباس دور الاطفال هضر معاهم. واش راك وليدي؟ لاباس. قول لي انت دير الواجبات المدرسيه تاعك كل يوم، شاطر في الدراسه. خلاص احنا اليوم ككل مره نجيبوا طفل يروح لهذاك المكتب الشباب هذاك يدير الواجبات المدرسيه نتاعو. اذا تفضل لازم للمكتب ديالك باش دير الواجبات المدرسيه تاعك. يلا وحدك كل كبير كي الشاطر فوالا. وانتم يا اطفال هذا هو الوقت باش تروحوا ديروا الواجبات المدرسيه نتاعكم باش والديكم يفرحوا بكم ويحبكم لانكم انتم الامل تاع والديكم. الموضوع تاع اليوم موضوع انا شخصيا نحبه بزاف، نحبه بزاف لانه على بالي بلي الاولياء عندهم تساؤلات كثيره. وكما يقولون دائما نسال الاطفال من خلال حصص مع عمو يزيد ولا من خلال تنقلات نتاعي نسقسيهم نقول لهم ما هي اجمل هديه تقدر تقدمها لوالديك. واحد يقول لي نطيعهم، واحد يقول لي نبعثهم للحج، واحد كل واحد واحد يقول لي نشري البابا كرافاتا واحد. ومن بعد تصيب اطفال يقول لك عمو يزيد عمو يزيد النجاح الدراسي هذاك هو. دونك النجاح الدراسي هذاك ما يحبوا الوالدين، ما يحبوا لا مال ولا اي شيء، يحبكم تنجحوا يا اطفال. اذا باش تنجحوا الموضوع تاع اليوم هو التعثر الدراسي. انا الكلمه هذه نحبها بالعربيه ولكن باللاتينيه شويه تجيني ثقيله. ليشيك سكولار يجيني شويه ثقيل باسكو ما نحبش كلمه ليشيك اللي هو الفشل. اذا التعثر الدراسي هو اللي نهضروا عليه، يعني كيفاش الوالدين يقدروا يتعاملوا مع حالات. راح نبداو بالتشخيص تاع هذه الحاله هذه ومن بعد نوصلوا للنصائح كيفاش نقدروا نساعدوا هذه الاولياء الى ما يستنوا فينا باش يقدروا يدركوا ولادهم في هذا في هذه الحاله هذه. ماذا بيا الاستاذه محرز خان عبله، مرحبا بك مرحبا بك، مختصه في علم النفس. ماذا بينا تشخصينا هذه الحاله، يعني وقتاش نقولوا بلي الطفل راهو في تعثر، وقتاش نقولوا وقتاش الحاله هذه ممكن تكون مؤقته، وقتاش الحاله هذه تكون باثولوجيه، يعني هذه الحاله هذه ما فيهاش امل، وقتاش يكون فيها امل، وقتاش حنا ماذا بينا نرجعوا الروح لكاع الاولياء اللي راهم يسمعوا فينا وكيفاش يقدروا يتعاملوا مع هذه الحاله. في الشطر الثاني نعطيهم بعض النصائح. تفضلي استاذه. السلام عليكم ورحمه الله. في
في البداية يسعدني ويشرفني أن أكون رفقتكم اليوم في هذا البلاطو المتنوع والمبهج والمفرح يعني حقيقة، وأنا مقابلة كل هذا التنوع وهذا الجمال تاع الشباب تاعنا وأطفالنا في حضن الحصة الجديدة هذه تاعنا اللي هي أطفالنا تحت جناحنا. إن شاء الله كل أطفالنا يستفادوا من نفس الرعاية ونفس الاهتمام اللي هو من حقهم اللي هما يستحقوه. إذا تكلموا على التعثر الدراسي أو كما يقال في اللغة العربية، والأستاذ الفاضل والكبير سي نور الدين أعلم مني بخبايا اللغة العربية. كان الشاعر يعني من بعض شعراء فحول الشعر الجاهلي يقولوا لكل جواد كبوة، يعني عثرة، يعني لكل جواد أو حصان مهما كانت القوة تاعه ومهما كانت إمكانياته. يقول لك ركولي بور ميو سوتي، يعني ماشي مشكل. أنا بالمرات كلامك هو الكبير، شفت ناس أولياء أذكياء يروح المدرسة يقول له خلي طفلي يعيد السنة، صح شفتها بعيني، يقول له لازم طفلي يعيد السنة. هذا ذكاء، هذا ذكاء كما قلتي الأستاذة. دونك الإنسان مش عيب أنه يتعثر. من لم يخطئ لا يصيب. بالضبط. دونك هذا هو. دونك الإنسان اللي يعثر ماهوش عيب. لازم الناس، احنا رانا هنا اليوم باش نفهموا الناس هذه النقطة هذه. بالضبط. إذا نرجع إلى التشخيص أو التشخيص المختص النفساني المختص، نلقاو أنه في علم النفس الطفل أو علم النفس المدرسي خاصة نتكلم في بالنسبة لهذا الموضوع تعثر دراسي على ثلاث حالات. كاين ثلاث أنواع من أنواع التعثر اللي تكون النتيجة تاعهم التعثر الدراسي، يعني لأنه تعثر على 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 الريزولتا سكولار، على النتائج الدراسية. التعثر الدراسي هذا اللي يظهر في شكل رسوب أو تسرب. الرسوب مثلا هي إعادة سنة كما قلت، أو نتائج تحصيلية متدنية، يعني تحت المتوسط العام اللي هو 10/20. هذا المتوسط هو معمول بالنسبة للأغلبية، لأن المدرسة عامة سواء كانت عامة أو خاصة هي تتعامل مع الأغلبية، والكتاب المدرسي كذلك هو يخاطب الأغلبية، يعني اللي هما في نفس العمر، في نفس الفئة العمرية. إذا نعود نتكلموا على هاد النتيجة اللي احنا نشوفوها في شكل إعادة سنة أو معدلات منخفضة أو يعني لا قدر الله تسرب نهائيا من المدرسة، وهذا اللي احنا ما نحبوهش كأخصائيين وكتربويين، يعني حتى يخرج كليا من المدرسة. يعني بين قوسين القانون يحمي الطفل حتى 16 سنة أنه ما يخرجش من المدرسة، معليش يقعد يعني التمدرس إجباري حتى 16 سنة. احنا ماذا بينا من 16 الفوق يبدأ يشوف نظرة مستقبلية لمشروع وظيفي، ليس فقط مشوار دراسي. ولكن أنا أستاذك بالنسبة للتشخيص تلاقيت مع تلاميذ خرجوا من المدرسة وأغلب الميتي، يعني أغلب المهن اللي تدخل لهم يقول لك ترمينال، وتسيبو نادم يقول لك يا ربي علاش ما كملتش حتى الترمينال، يخرج في الدوزيام اني ولا بريمير ويجني على نفسه. يعني حنا رانا هنا حقيقه لو ديكروشاج سكول، التسرب لو ديكروشاج سكولير هذا صعيب، ولكن لازم الاولياء والاطفال ولا جون لما يشوفوا فينا لازم يتم على الاقل ترمينال، على الاقل ماناش نتكلموا على المتفوقين وكامل، ولكن الا شفت روحك باللي ما قدرتش ولا على الاقل ترمينال، لانك راح تندم ندمه كبيره. كاين عده مهن اغلبهم راح ما تقدر تدخل حتى المركز. هذه نصيحة برك اللي قطعتك. إذا هاد الأطفال تاعنا أولادنا اللي للأسف يلحقوا لهذا النتيجة المؤسفة والمشي مليحة لهم هما بدرجة الأولى، والوالديهم بما أنهم هما مشروع تاع والديهم راهم يشوفوا فيهم طموحهم ويشوفوا فيهم منتوجهم المردود التربوي تاعهم. إذا هاد ثلاث حالات هي أولا أطفال يعانون من صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هذه هي حالات الآن أدرجت في علم النفس الحديث أو في الأبحاث الحديثة لعلم النفس، أدرجت ضمن الإعاقات الذهنية، لأن هناك إعاقات حسية اللي احنا كلنا نعرفوها اللي هي الصم البكم، واللي ما يشوف يعني تمس الحواس الخمسة تاع الإنسان، هذه نقول لها إعاقات حسية. كاين إعاقات حركية اللي تمس الأطراف، الحركة تاع الإنسان ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش، فيها عدة يعني أنواع. وهناك يعني نوع آخر من الإعاقات اللي هي الإعاقات الذهنية، وما يميز أو ما يخص هذه الإعاقات أنها ما تبانش،
ما تظهرش. بما انها ما تظهرش التكفل بها كذلك يكون صعب، لانه مثلا حنايا عملنا تاويل وعملنا مثلا طرق تعويضيه لذوي الاعاقات الحسيه، لذوي الاعاقات الحركيه، لكن الاعاقات الذهنيه هذا وين بدينا. حتى احنا يعني كاخصائيين نفسانيين، والفرع اللي راهو يتكفل بهذه الحالات هو التربيه الخاصه اللي راح نتكلموا عليه ان شاء الله في الشق الثاني من الحلقه. اذا صعوبات التعلم هذه تظهر عند الطفل في ماده معينه، كاين لا ديسليكسي اللي هي عسر القراءه، لا ديسغرافي عسر الكتابه، حتى عسر الحساب. يعني الطفل تشوفه خارج العملية أو خارج الأداء التحصيلي أو الأداء التعليمي، كي ما يكونش قدام الورقة وستيلو، ما يكونش داخل القسم، كي ما يكونش داخل القسم لبس عليه، ما تشوف عليه حتى حاجة. الذكاء تاعو لبس به، يتعامل مع والده بشكل مليح، مع في الشارع في الحي لبس عليه. لكن عندما يقابل يكون يعني داخل وضعية دراسية ويقابل الورقة وستيلو ويقابل هذه المادة أو المهارة المعرفية اللي هو عنده فيها مشكل، تما يظهر الخلل تاعو، فما يأديش مثلا القراءة بشكل صحيح أو الكتابة أو الحساب إلى آخره. تسيبه في مادة أخرى، تسيبه متفوق، ولكن في المادة في مهارات أخرى. إذن المشكل هنا الكبير هو راجع إلى وظائف عقلية معرفية عند الإنسان، وهذا عنده الترجمة العصبية. لأنه الآن البحوث الحديثة في علم النفس راح يتكلم عن علم النفس العصبي خاصة، راح يتكلم على الروابط العصبية هي اللي فيها المشكل. إذن مشكل هي إعاقة ذهنية ذات أصل عصبي وبشكل أدق على مستوى الروابط العصبية. هذه من جهة. من جهة أخرى أو النوع الثاني اللي هو الأطفال متعثرين دراسيا لكن بطيئي التعلم، هما بطيئين. كان واحد باش يحل مسألة لازم له نص ساعة، كان واحد لازم له ربع ساعة ولا 10 دقائق. مثلا الله يبارك كما وليدنا اليوم اللي راهو في 7 سنين مثلا يقدر يحل عملية أو مهارة الجمع بين رقم ورقم، بين تفاحة وتفاحة، بين أشياء ملموسة أو أرقام مجردة، يقدر يعملها في دقيقتين أو ثلاثة، هو يتعلمها مثلا نقوله في ربع ساعة. لكن الطفل بطيء التعلم لازم له مثلا ساعة أو ساعتين باش يتعلم هذه المهارة. إذن بطيء التعلم لكن هو كذلك عنده حلول. الحالة الثالثة أو النوع الثالث اللي تكلمت لي عليه، يزيد تكلم لي عليه واحد المرة قبل ما كنا نحضروا في الحصة، هما المفرطين دراسيا أو المفرطين تحصيليا أو لفينيون شوية. لفينيون هذاك هو شوية الكسل يعني. وللأسف رانا نشوفوا بزاف في هذه الحالة الآن. احنا مادابينا كاين عدة أسباب، يعني هنا كاين نتكلموا عليها. هنا الوالدين يقدروا يدخلوا مباشرة، هنا الوالدين هنا المحيط الدراسي اللي فيه المادة الدراسية في حد ذاتها، اللي فيه المعلم، اللي فيه المحيط، الأسرة التربوية ككل، المعلم، والوالدين والطفل بالذات. هنا وشنو الحاجة اللي راهي مقيوسة عند الطفل؟ هي لا موتيفاسيون، هي الدافعية. وشنو هي الدافعية باللغة البسيطة تاعنا؟ قلبه بارد، ما عندوش هذيك الشحنة على القراية. لكن بدل. الحمد لله لكل داء دواء. بالنسبة للثلث حالات هذه إن شاء الله راح نمدوا الحلول المباشرة والميدانية والعملية اللي بإذن الله كل أولادنا يقراوا وينجحوا. الله يخليك. بالك أستاذة، كي تكلمتي مع الأول وبديتي في التشخيص العلمي أنا فشلت، قلت إذا كان الأولياء كاع لازم يشوفوا هذا الشيء صعب، لأنه الأولياء معظمهم مشغولين ومعظمهم عندهم يعني لو تخان تخان لا في هذاك وكامل تصيبوا ما يردش باله. هي احنا حصص فاتوا وراهم جايين تكلمنا على اشياء بسيطه، يعني تشوف وليدك لو يشوف مليح، لو يسمع مليح، يعني اشياء بسيطه. بالمرات درنا العام اللي فات حمله واسمها ارى افضل لادرس احسن، صبنا اطفال في عمرهم 13 14 سنه عمرهم ما عرفوا والديهم بلي ما يشوفش مليح. يعني الكارثة راهي 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 في المجال الملموس. إذن ولما ندخلوا في البسيكولوجي ولا علم النفس ولا كيفاش، أنا نظن كاين مشكل، كاين نتكلموا على الجزائر العميقة، كاين مشكل المختصين، كاين مشكل المختصين. يعني نتكلم مثلا ناس في ولاية الوسط، ممكن أن المختص هذا ما يتلاقاش به، لازم يتنقل العاصمة ولا الولاية أخرى ولا، كاين هذه النقطة. والنقطة الثانية بالك ثاني التكلفة تاع العلاج، ممكن انه العلاج يكون مكلف، يا لو كان بالنقل كامل يعني او ياخذ لك وقتك، لازم تحبس الخدمة، لازم تروح.
ولكن هاد النقاط مليح اننا نتكلموا عليها، لانه الناس يحبوا ولادهم واللي يقدروا بالك نصيحه خفيفه في الاخير راح تساعدهم. ولكن احنا بالك اليوم نديروا راح نركزوا على المفرطين، بالك نركزوا على المفرطين لانه بالك هذه تساعدهم في الحين، في الحين يعني الاولياء يقول لك انا وليدي ما دارش هذه، بالك مفرط بالك كذا، بالك اليوم رايحين نحسوهم نحسوهم باش يردوا بالهم على ولادهم باش ما يكونوش مفرطين. هذا هو احنا الهدف تاعنا اليوم، والتشخيص النفساني وكامل لازم الناس تعرف، لازم الناس تعرف بلي كاين حالات باثولوجيك يعني حالات مرضيه، كاين حالات باش الناس بالمرات انت وليدك ما يقدرش وانت تقول له اقرا بالك يضربوا بالك يعني يفورسي عليه ولده، هذاك بحلبت هذيك هي لازم ثاني تعرف المستوى تاع وليدك، هنا وين الاخصائي يقدر يدخل. استاذ لابري نور الدين 39 سنه في سلك التعليم وتربيه الاجيال، ماذا بيا تكلمنا على الحالات اللي صادفتك، نظن باللي سي سور صادفوك بزاف حالات، ماذا بيا تكلمنا على الحالات اللي ماركاتك، يعني الحالات اللي بقيت شافي عليها، الحالات اللي بالك كاين حاله ولا اثنين ولا، وكيفاش تعاملت معاهم، وكيفاش تعاملت مع الوالدين تاعهم، كيفاش هو في الحقيقه هذا التعثر المدرسي هو المشكله الكبيره المطروحه في التعليم في المدرسه، انا نتكلم من الناحيه الميدانيه، لان الاستاذه مهرز هي متخصصه في علم النفس، ولكن في علم النفس تربوي هي اهم بالضبط اهم بالضبط في هذا الموضوع مني انا بالضبط، لان انا قد احدثكم عن حالات معينه الميدانيه، ولكن في علاقه بالضبط في علاقه وطيده ما بين علم النفس لهذا السبب راكم هنا في زوج. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك، لان المعلم ليس طبيبا، المعلم ما يديرش الحقن انه يدير، ولكن المعلم هو طبيب لعلاج، طبيب انترجيمي لعلاج بعض الحالات التي تعيق الطفل في العمليه التربويه والتعليميه، وكذلك المعلم هو الذي يستعمل اساليب وطرق من اجل الوصول الى الاهداف اللي سطرها هو يعني في البرنامج وفي التوجه الكبير تاع المنظومة التربوية. هل صادفتك حالة وين الطفل تعثر وجاوك والديه ولا وعطيتهم بعض النصائح ومن بعد هذاك الطفل نتائج تاعو نعم عاودت عليك؟ نعم نعم اكيد هذا يحدث في كل، يعني مليح، احنا ماذا بينا نرجع، ماذا بينا دركا نطلعوا المورال للاولياء؟ نعم نطلعوا المورال نرجعوا لهم الاعتبار. لا شوف، اولا انت عجبتني وبارك الله فيك لما قلت كلمه ليشيك سكولير، فوالا هذه كبيرة مخيفة وانت محق في ذلك. بالضبط ليشيك، يا با ديشيك سكولير، لانه التلميذ اولا تريد ليس مسؤولا عن ذلك، هذه واحده. بالضبط بالضبط. ثانيا فيه تعثر، يعني فيه اون فرونسي اون دي ديفيسيونس دو لابرونتيساج، اكزاكت اكزاكت، التلميذ صعوبه التعلم احيانا يكون عادي، احيانا يكون عادي وكذا، ولكن لا يصل الى الاستيعاب بسهوله ويتعثر. هذا مش معناه انه ناقص في الذكاء او ما عندوش امكانيات او كذا، لا ابدا، لكن اسباب راهي ذكرتها الاستاذه ما نرجعش ليها، واسباب باثولوجيك نفسيه الى غير ذلك، كذلك اسباب عاطفيه اسباب اجتماعيه محيطيه، وهناك اسباب لازم نقولها اسباب نتاع بعض الخلل في المنظومه التربوي، مش في بلادنا فقط وانما في كل بلدان العالم. كما قلت حاجه مليحه، المعلم هو انسان، الخلل ما مش معناه ان المنظومه كلها ما يصالحها، ولكن بعض الخلل يؤدي الى التعثر. مليح انه يكون اجتهاد من طرف المربيين، نارك الله، ممكن يكون اجتهاد شخصي، مثلا إيه تشوف طفل يحب معلم ومعلم يحبوا اقل. نعم. علاش هذاك؟ لان هذاك المعلم هذاك مجتهد. نعم. مجتهد في العمل تاعو. نعم. عنده طريقه كاش يوصل للمعلومه كاش. شوف باش نكونوا تيراتير، شوف المعلم لازم يقيم في اليوم الاول اللي يدخل مع التلميذ تاعو، لازم يدير ان تيست بيداغوجيك. بالضبط، ماروش يعني بيداغوجيك باش يشوف المستوى تاع التلاميذ تاعو. بالضبط، وراه المستوى وين في كل ماده، في اللغه، في الكتاب، في الحساب، في الابتدائي وفي المتوسط والثانوي. اذا هو راهو عارف عنده نسبه من التلاميذ عندهم نقص اقول او تاخر ما، هو لازم اولا يغرس فيهم الثقه،
يقول له يا ابني انت راك ناقص شويه يلزمني يقول له ولكن انت قادر ان تستدرك من على شهر من على 20 يوم اذا عملنا مع بعض وتبعت النصائح نتاعي والاولياء كذلك يكونوا على علم جميل. فنحن قد نصل يعني يلزم يغرس الثقه في التلميذ بانه ليس عاجزا بانه قادر عنده امكانيات الا انه تعثر لاسباب ذكرناها ولا مذكوره. ثانيا هناك وهذه في المنظومه التربويه داخله هناك حصص الاستدراك بالضبط تسمى بحصص الاستدراك في بعض المواد بالضبط والمعلم يستدعي التلاميذ مره في الاسبوع وفوت لانه الاستدراك هي عمليه نتاع لا بريزون شارج انديفيديوال بريسك انديفيديوال ولا انديفيديوال فردي يعني الفردي وين ويكون المعلم عارف اين هو النقص الخلل ويروح يعمل معهم با لا 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 رميز انيفو مع البقيه هذه الاستدراك كاين كذلك يروحوا الاستدراك نعم يعني نعم مهم جدا بعثوا اولادكم حاجه اخرى الاستدراك. حاجه اخرى هذا الاولياء كاين الدروس المسائيه هذه اللي راهي بكثره في بلادنا ظاهره جديده يعني عمت هي هي الدروس المسائيه ولا الدروس الاستدراكيه ولا الدروس لكور التدعيميه هذه كذلك مهمة وموجودة في كل بلدان العالم إلا أن الأولياء لا أو أغلب الأولياء لا يعرفون كيف التعامل مع هذه الدروس. أنا وليدي شوية ضعيف جاب أنويت ولا أنف سيرفا أنا نروح ندير له ليكور في كل المواد انتنسيف هذه غلطة يعني لازم يعرفوا لازم تدرج يتصلوا نعم يتصلوا مع مختصين بالضبط. في لابيداغوجي ولا مع الأساتذة والمعلمين تاعهم وما يديروش كل الدروس وإنما غير الدروس اللي لازمة هذا كذلك علاج بيداغوجي. نجي نقطة ونكمل أن تبدو لي مهمة جدا وانطلقت بها في الكواليس عندما كنت مع هذ الشباب هذو ولادنا هذو بقيت دخلت وسطهم بقيت نحكي معاهم أعطيتهم سؤال قلت لهم شكون اللي ما عرفش يقرأ فيكم يعني حبس الدراسة رفدوا يدهم واحد ثلاثة ما نقولش شكون هما ثلاثة كانوا شجعان شوف شجاع أنا أشكره لا ولادنا عندهم قال لي نعم أنا يا شيخ مانيش نقرأ شوف طيب وكيفاش ماكش تقرأ ولكن حسيت في وجوههم بعض الامل ان سون با يعني ديزيسبيري قلت له ولكن انت مش معناه انك فاشل انا نقول لهم في وجوههم ما يشوفوا فيا قلت لهم انتم ماشي فاشلين قلت لهم ان شاء الله اتصلوا بيا ونعطيكم بعض لي زاستيس والله ان شاء الله ستنجحون في حياتكم كي نجحوا ترجعوا لهاد الحصه تجيبهم معك ان شاء الله تجيبهم معك زاد نطق واحد ملي قال لي شيخ انا ثاني نجي لك الاخر قلت لهم اروحوا اللي حاب يجي وكاين حلول الحلول مدرسه هي. مدرسه اولادنا تحت جناحنا انا ما عنديش خاتم سنة سليمان ماشي انا راح ندير باكيت ماجيك نرجعوا لا ولكن تفهم بالمرات تحتاج نصيحه بارك الله فيك حلول يعني بسيطه يعني هي واش في مشكلتنا وشنو هو التلميذ كان تلاميذ اللي تعثروا في الدراسه نتاعهم وما ينجمش يروح للثانويه او ما ينجمش يروح للجامعه بالضبط هذا يحصل في كل بلدان العالم ولكن واش يصرى الاولياء يحدث لهم قلق الستريس والتلاميذ كيف نفس الشيء الاولياء يقول لك مادام ان بني فشل مادام هو فشل انا فشلت كذلك بالضبط. في تربيته هذه وحده يحس هو بواحد الاحباط ثانيا يشوفوا لي بلي نهايه الدنيا إيه سي لا بانيك واش رايح ندير انا خلاص نولي ما عندي مهنه ما عندي وظيفه ما نخدم ما والو كذا شوفوا هذا بينما في الجزائر نتاعنا ولو نحن في البدايات فيه التوجيه المدرسي وفيه التوجيه المهني في كل ولايه هنا باش نكون تيراتير ايضا مباشره مع الاولياء هناك ما يسمى بلي كوسب سي لو سونتر دوريونتاسيون سكولير اي بروفيسيونيل مراكز التوجيه المدرسي والمهني هذا الكوسب يلعب دور كبير وانا اقول كنت اقول لتلامذتي الذين كنت نحس باللي ما راهمش رايحين يروحوا بعيد في التمدرس نتاعهم هذاك سكولير نتاعهم نقول لهم ما ليس بالضروره باش نذهب كلنا الى الجامعه احنا نتمنى لا عندنا اعداد كبيره في الجامعه ولكن ما راهوش المهن ثاني نعم نحن الوطن المجتمع البلاد في حاجة ماسة بالضبط إلى المهن بالضبط. وإلى الصنائع واللي هي تلعب دور كبير في تنمية المجتمع وتنمية البلاد وفي اليابان في كندا في الولايات المتحدة الأمريكية
كاين هذا المهن، كاين لا بلومبري لا ماسونري لا كوافير، يعني كاين اشياء ميكانيك. وبالتالي يبني اذا ما جبت الاهليه، يبني اذا ما جبت البكالوريا، مش معنى انك اقل ذكاء من ذلك الذي تحصل على البكالوريا وعلى الليسونس. لانه وانتهي، كم من رجل اعمال لا شهاده له ولكنه نجح في عمله بالذكاء، وذلك بذكائه وليس بشهادته. الله يخليك، شكرا شكرا شكرا. سيدة بن موسى، مرحبا بكم. مع السيد بن موسى حبيتك تتكلمي لي، هل ترى في يوم من الايام مع اولادكم قابلتكم حاله هكذا، وين وقع تعثر دراسي؟ ماذا بيا تحكيوا لي عليها؟ وهل قدرتوا تداركوا الامر؟ تفضلي. السلام عليكم. نشكر قناه شروق اللي تحتنا هذه الفرصه باش نتكلموا. بيان سور الله يبارك، عندنا اخصائيين نفسيين وخاصه في علم التربيه، هذا شيء مهم. الله يخليك ويشرف القناه. ثانيا نشكرك يطول عمرك، ربي يخليك. بيان سور كوم عندنا دراري الاطفال. اسكو كاش نهار تعثر وليدك جاب نتيجه خلعاتك هكذا؟ نعم، كان عندي بون دوك الله يبارك هو سنه خمسه ابتدائي، سنه ثانيه تعثر، وكان في سنه اولى شغل ارتباك الخوف، طلع سنه اولى شتي القانون هذاك تاع اللي يطلع مباشره سنه ثانيه. ايه جاب تحصل على نتائج غير دون كافي دون المتوسط. دون المتوسط يعني كاتاستروفي كيف يقولوا. مش لهذه الدرجه، كانت عنده فرصه باش يتنقل سنه ثالثه، مي انايا كنت كيما كنت تهضر خليتيه رايت سنه ثانيه. فهمتو ماشي عيب، ماشي بالعكس ماشي خطا فاضح، والحمد لله كوم عاود سنه ثانيه تحصل على نتائج متوسطة، تحسن في اللغة، تحسن في الرياضيات. أيه؟ والحمد لله. ومن بعد سنة الثالثة والرابعة كيفاش؟ كان متوسط، كان جهد، يعني كان باين باللي تحسن باللي النتائج تاعو مرضية. نعم نعم تحسن. الله يبارك الله يبارك. والحمد لله دوكا في سنة خمسة. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك الله يبارك. سيد بن موسى، سيد بن موسى من قبيله كي قلت له باش تكلموا لنا على الحاله، قال لي هكذا، قال لي هكذا، قال لي المدام هي اللي تتكلم شويه، احنا حبينا نسمعك ماشي مشكل. برك نحبوا شويه. تفضل بيزي تفضل، ديروا شويه لومبيونس. معليش معليش. ماذا بيا سيد بن موسى، انت كيفاش عشت هذا الوضع هذا؟ على بالي باللي الاب انا اب، وعلى بالي باللي الاب كلش كلش والقرايه تاع ولادك. يعني كيفاش عشت هذيك الحاله النفسيه، يعني كي ولدك ترجع شويه في النتائج؟ والله تحب الصح زعفت شويه. ايه والله زعفت. حسيت لها، حسيت لها بيان كمام هكاك. بصح انا كشغل مربيهم ولادي وصحابي، لازم لازم إيه. لازم جميل، جميل. بالكلام تحدث معاه اسمه رجعت له المورال شويه، هو كان يخاف بروبليم. ساندته ساندته فوالا. انا عجبني واحد خطره، واحد المفكر كان يهضر مع وليده، وليده هذاك ما ياخذلوش الراي، ما ياخذلوش الراي، وكان رايح في واحد الطريق هكذا، بعد قال له ما تروحش من تما. ومن بعد وليدو الى انسيستي باش يروح مع هذيك الطريق. بعد باباه قال له، قال له سي جو با تو كونترولي او مو جو في تو سوتنير. قال له لما قدرتش نديك وين راني حاب، او مو في الطريق ديالك نعاونك. شوف الناس كيفاش تفكر. صح. يعني الاب ما يقدرش يسمح في وليدو فروغ منه هذا. ما تنجمش. اذا من مليح انك ساندتو وصاحبتو. هذا نصيحه، هذه نصيحه من هذا الباب. انا نقدمها عن طريقك. يعني الاولياء لازم تصاحب وليدك. يعني ما الفائده انك كي يجيب نتائج ناقصه انك تزقي عليه، ولا انك يعني تعاقبه بطريقه تعسفيه كما يقولوا؟ يزيد يهمل بالك يا صديق. بالمرات بالمرات يكون صاحبك غير تشنف عليه شويه ريح يحس، يحس لانه يحبك، لانه يحبك ويحب تضحك معاه وتحب تقصر معاه ويحب الولد تاعو يكون قريب عليه، يشوفك باللي بعدت عليه. ومن بعد كيفاش عشت لما تحشت صح وتكلمت معاه ويصنت هو سمع لي ليا؟ الحمد لله الحمد لله. وتركت الوضع يا فوالا، والحمد لله الحمد لله والحمد لله. النتائج جايه مليحه شويه ان شاء الله. ان شاء الله سنه خمسه. الله يبارك الله يبارك ان شاء الله. بالتوفيق ربي ينجح ان شاء الله. ان شاء الله. ونشكركم. تكلمنا مع سيد موسى
وزوجته الفاضله تكلمنا على هذا الخمول هذا تاع الفنيونتيزم تاع الدراري. اي بالضبط بالضبط. هذه ظاهره راهي ظاهره كبيره ظاهره عامه جدا. وانا نقترح عليك وعلى الاستاذه محرز ان هذا بالك هذا الفنيونتيزم هذا يعني التفنين تاع الدراري نديروا له حلقه وحده هذا جاب لي ربي لانه موضوع طويل. لا أنا عندي أولادنا ولكن عندنا واحد ولا واحدة شوية في الدراسة ما تقراش يعني في المدرسة لا بأس تبع ولكن في الدار في البيت هكذا ما تقرا. هذه حالة ولكن نعموها على حالات كثيرة. هذا شوف السبب الأساسي نحب ننكره أولا هي الأسرة كرويون بيان فير يحب باش يحفظوا ويحتضنوا أولادهم في البيت مكلفهم بأي نشاط يعني يطلب شويه جهد ولا شويه حركه يخليهم يعني باش يغلق الطاقه قال خلي مسكينه قاعد وليدي يروح ويغلق الطاقه هو يهبط لك الكيس تاع الفضلات هو اللي يعني هم يديروا كل شيء وما يكلفوهمش بابسط الاشياء بالضبط. هذا يتركب فيه واحد العاد تعود لا شعوري يولي من بعد في الدراسه تاعو كسول. نرجع الى المدرسه انا نختصر هكذا نرجع الى المدرسه كذلك نقص او انعدام النشاطات الثقافيه باراسكولات اللي تكلمنا عليهم هذيك راهي جايه الحلقه تاع يعني هذيك النشاطات تاع تنظيف القيس بالضبط فيه فوائد الحديقه تاع المدرسه نروح نخدمها وكذا يعني هذا الشيء هذا هو اللي يركب فيه عادات او يتعود التلميذ يركب فيه واحد العاده هكذا تلقائيه باه يولي نشط ويولي هذا ينعكس حتى على إقباله لتحضير دروس ومراجعة. الله يخليك شكرا. أستاذة إلا قدرتي ماذا بيا على بالي بلي الأولياء راهم يسنوا في النصائح واش يقدروا يديروا ماذا بيا لو كان في عجالة هكذا نقدروا نعطوهم بعض النصائح اللي ممكن يفيدوهم وحنا نوعدهم باللي عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا .com صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا نديروا لهم بعض النصائح بعض الكتابات نتاعكم اللي يقدروا بالك يفيدوهم وكامل. هذه فكره جاتنا مليحه اننا نجسد هذا العمل هذا حتى يبقى الاولياء يرجع لهم كمرجع. تفضلي استاذه. اذا تلخيصا لوش قال الاستاذ الفاضل سي نور الدين وتلخيصا لوش تكلم الاب الكريم والام الكريمه الاسره الكريمه اللي راهي حاضره معنا شاهد عيان اليوم هما كلهم كانوا يتكلموا في مصب الحلول لأن الأب الكريم والأم الكريمة تكلموا على الاحتضان العاطفي بالضبط. تكلموا على الرعاية الاهتمام بالضبط. المساندة هاد المساندة وهاد الرعاية هي يعني نفسيا وش راهي تدير طلع الدافعية طلع الرغبة في بالضبط. التعلم معنويات هو الطفل مثلا وتكلم الأستاذ نور الدين على المسؤولية كيفاش أنا الطفل تاعي أو المراهق تاعي نبدأ نكون له كيفاش يكون مسؤول بالضبط. مسؤول على الغرفة تاعه ينظفها مسؤول على بعض المهمات الصغيرة فقط على قدر الوقت اللي عنده على قدر الجهد تاعه على قدر كل شيء يعني الإمكانياته. إذن هذه المسؤولية هذه كيفاش الطفل كما قال لك أنا اللي ما نخليه مسؤول حتى على حاجة كيفاش حيكون مسؤول على قرايته ما راحش يكون مسؤول هي بالضبط. كأي حاجة أخرى عنده كأي مهمة أخرى بالنسبة له راه ينتظر في والديه يقوموا بها في مكانه يعني بشكل غير مباشرة ويقول هكذا. إذا حتى مثلا أولادنا في التلفظ تاعهم راهم يقولوا هذا الشيء يقول لك جبت لك 15 وراكي تعيط عليا جبت لك ماشي جبت الروح أو يقرا لنا لينا صح يقرا لي صح معليش حنا نشدوه من هذه الفكرة هذه أنه راهو يقرا لي ليا. إذا من هنا وخاصة اللي يكون يعاني من هذا الكسل شوية أو التكاسل ما راهوش هو ولاباس عليه لكن نقص الدافعية هذه أو نقص الرغبة وعلاش هنا نبدا نحتضنه نبدا نمشي على مستويين او محورين الترغيب و يعني عدم التعزيز يعني نبعده على الكف من بعض الاشياء. اذا كيفاش نعزز له يعني السلوكات الحسنه والسلوكات الايجابيه نعززها له عن طريق الهديه مثلا عن طريق اني حتى تكون حاجات بسيطه نخرج انا وياه مثلا لا كونسيدراسيون ثاني نخرجوا الى متحف مثلا نقول باللي نقول له دوك راك فرحتني هكذا راني راح شكون نقيم وش راك دير يعني هذا
هذه التحفيزات البسيطة، راني في المنزل مثلا نطيب له الأكلة اللي راهو حابها. لكن وكي نعاودوا نرجعوا إلى العكس، يعني اللي هو عكس التعزيز أو التثبيط أو كف بعض العادات اللي ماشي مليحة، كي نشوف هذه المعدلات اللي ماشي مليحة رغم هذا التعزيز البيداغوجي، رغم الإحاطة العاطفية هكذاك ويخطئ كذلك، هنا راح يشوفني بالك شوية ثقيلة عليه، نقول لا أنا كنت ننتظر أحسن. معليش هيا نعاودوا نرجعوا إلى المادة بالذات، ونشوف حتى بالنسبة لغولوفيد نوت، بالنسبة لكشف النقاط، نعمل له دراسة كشف النقاط، نشوفه بطريقة متمعنة. وكما قال الأستاذ لما لا، خاصة في فترة المتوسط والثانوية يجب أنا هدي نأكد عليها على الأولياء كامل، لازم نستعينه بمستشار التوجيه والتربية، لأنه هذا الصندوق اللي قال عليه أو المركز التوجيه المدرسي والمهني هو ممثل في مستشار التوجيه والتربية، التوجيه المهني والمدرسي اللي راهو متواجد في المتوسطات والثانويات ومتواجد كذلك في المراكز المهنية. إذن وعلاش ما نستغلوش، نروح معاه نهضر معاه نشوف كيفاش نقدر نعزز الجوانب الحسنة والجيدة في شخصية ابني، وأثبط وأكف ونحاول كيفاش نحبط شوية من الصفات اللي مشي مليحة اللي ما راحش تساعده في قرايته. هذا بالنسبة إلى ذوي التفريط المدرسي. بالنسبة لصعوبات التعلم، إذا احنا مطالبين كعلم النفس يعني كأخصائيين نفسانيين، كما جعلنا طرق التدريس مكيفة بالنسبة للمكفوفين، هم الآن يقرأوا عبر بالبرايل والصم البوكم يقرأوا عن طريق لغات الإشارات، احنا مطالبين كذلك أننا نقوم أو نبتكروا طرق تدريسية تعويضية بالنسبة لذوي الإعاقات الذهنية اللي على رأسها صعوبات التعلم، وهما بشكل رئيسي وش يسحقوا ما يحتاجوش إلى الأقسام الكلاسيكية اللي فيها سبورة لازم ديكرا سبيسياليزي، لا لازم يكونوا ديزاتولي ورشات، الورشات هذو لازم يمس لازم بالضبط. هنا واش فيهم نتكلم على الأطفال صغار 6 سنين 7 سنين وتروح حتى يكبروا، هنا هما يتعلموا كما قلت أنت بما هو ملموس أكثر من ما هو بالضبط. مجرد لأن هذه الوظائف المعرفية اللي ما تطورتش، ونعاونوهم حنا نعاونوهم بهذه التقنيات، فنجيبوا لهم الألعاب المائية، ألعاب الطين، الرمل، كل ما هو ملموس وهي ورشات مضبوطة وفيها أخصائيين نفسانيين مختصين في التربية الخاصة. بالنسبة لبطيئي التعلم كذلك كاين الآن تقنية الأقسام المدمجة داخل المدارس العامة، تلقى قسم ولا اثنين داخل المدرسة العامة لكن احنا نجمعوا فيه بطيء التعلم وهما عد يعني مستويات مختلفة، ما نخلطوش كامل المستويات في قسم واحد، ونعطوهم الوقت الكافي، نعملوا لهم معلم خاص بهم لأنهم ما يقدروش يتبعوا الفصل أو الأقسام العادية الفصول العادية، إذا احنا نحطوهم في قسم خاص بهم ونبدأ بالعقل معاهم، بالعقل ياخذوا وقت أكبر وتقنيات تكرارية أكثر، يعني حتى بالنسبة للغة، اللغة تاعهم تقدر تلقاها ماشي متطورة بزاف، وبالتالي لازم ونابوي يعني نزيدوا نركزوا على هذا النقاط حتى بالعقل تتطور اللغة تاعهم ويكتسبوا مهارات ويكتسبوا معارف وإن شاء الله كلهم ينجحوا. إذن ما راهوش المشكل في هذه الاضطرابات اللي تصيب الإنسان، المشكل في طريقة التعامل معها، هذه الطريقة اللي لازم التكيف يكون من طرف المحيط المدرسي ككل، من طرف الجانب اللوجيستي أو الجانب الإمكانيات، من طرف المعلم، المادة التعليمية والكتاب المدرسي، وكذلك وخاصة الأسرة. وهنا نركز على المشاكل الأسرية والمشاكل الاجتماعية لأنه كاين حالات اجتماعية كثيرة، كيفاش حبيت طفل مثلا اللي كاين صراعات مزمنة في المنزل، دائما العياط، دائما الحس، دائما الفوضى وما كاش نظام، كيفاش حبيته ينجح؟ إذن يجب أن نهيئ المحيط اللازم المناسب لكي ينجح كل أطفالنا إن شاء الله. الله يخليك، الله يخليك مدام، الله يخليك. إذا إن شاء الله نكونوا فدناكم بهذه النصائح هذو. التعذر المدرسي موضوع كبير، ونحاولوا في كل حلقة نطرقوا للشطر منه، في كل حلقة نرجعوا كيفاش نعطيكم بعض نصائح باش تعملوا مع هذه الحالات. إذا بقوا معنا، أولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم.
حنان ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها.